أحد مراجع التقليد الكبار كان يقول أدام الله ظله، كان يقول السبب في ذلك أن الرمز مصائب الإمام الحسين هي فاطمة الزهراء. في روايات عديدة مصائب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ترتبط بفاطمة الزهراء. وهذا ما تعلمه حتى المؤمنين من أهل البيت. دعبل ابن علي الخزاعي رضوان الله عليه عندما يصل في قصيدته العظيمة التائية التي قرأها بمحضر الإمام أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه، عندما يصل إلى مصائب سيد الشهداء يقول أفاطم لو خلت الحسين مجدلا. من الليلة 11 من شهر محرم التي حضرت سيدة نساء العالمين عند الإمام الحسين، وإلى كل عام في أول محرم تنشر فاطمة الزهراء ثوب الحسين في السماء كما في الحديث، وإلى الروايات العديدة التي تشهق فاطمة من مصائب الحسين إلى يوم القيامة. في يوم القيامة من المطالب بدم الحسين؟ فاطمة الزهراء. صحيح أن في الأحاديث الشريفة أن رسول الله يقتص من قتلة الحسين بنفسه الشريفة، أن أمير المؤمنين بنفسه الشريفة يقتص من قتلة الحسين في القيامة، أن الإمام الحسن واحدا واحدا من أهل البيت يقتصون من قتلة الحسين، بل لعل ظاهر رواية شريفة أن كل نسل رسول الله كل واحد منهم مرة يقتص من قتلة الحسين، ولكن المطالب بدم الحسين هي فاطمة الزهراء. لا بد أن ترد القيامة فاطم وقميصها بدم الحسين ملطخ. فاطمة الزهراء صلوات الله عليها هي رمز مصائب الإمام الحسين. لم يفتك النصر مت كنت طريحا بالعرى، فاقتحمت الموت بالموت وأنت بالثرى، فوهة النحر إلى نصرك كانت معبرا، هل درى القاتل إن القتل نصر هل درى، فها هو الدم إذا تكلم. سباك دمي حبيب حيف لك من أكبادنا الحرى الجراح النازفة، وإلى مرقدك الأرواح